نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الترديد خلف المؤذن الذي يسجل صوته في المسجل؟ متابعة المؤذن الذي يؤذن بصوت حي، أما الذي تسجيل فلا، هذا ليس له حكم الأذان، هذا ليس له حكم الأذان ولا يتأتى به الأذان. فلو الناس اقتصروا على التسجيل ما أدوا الأذان، لا بد، لأن الأذان عبادة لا بد أن تؤدى من شخص يقوم بها. أما التسجيل هذا لا يؤدي العبادة ولا يكفي في الأذان. فالأذان المعتبر هو الأذان الحي الذي يؤدى وقت دخول الصلاة. نعم.